نافذة على التاريخ يكتبها يوسف عساف ويخرجها خالد المفيدي. المطر يهطل بغزارة بعد ظهر يوم 17 من شهر أكتوبر عام 1678 على لندن وضواحيها، مما جعل الأهالي يبقون في منازلهم أو يلجؤون إلى أقرب حانة للاحتماء من المطر والبرد. وكان هذا هو الحال عندما دلف غريبان إلى إحدى الحانات الريفية في ضواحي لندن وهما ينفضان ماء المطر عن ملابسهما. هل أنتما بخير؟ نحن بخير، كل ما في الأمر أننا فوجئنا بالمطر. يبدو أنكما لستما من أهل المنطقة. وهل تعرفين كل أهل المنطقة؟ أعرف أكثرهم، فهذه هي الحانة الوحيدة في هذه النواحي. لما لا تحضرين لنا شرابا يدفئ أجسامنا مع تجفيف ملابسنا؟ بالطبع، سأتي به حالا. يا إلهي، دفء شيء جميل. هل عرفت من هما؟ أظن أنهما عابري سبيل فجاءهما المطر. لا يوجد عابرو سبيل في هذه الأنحاء في مثل هذا الطقس. ماذا تقصد؟ أقصد أن الشائعات التي وصلتنا من لندن قد تكون صحيحة وأن هذين لهما علاقة بها. أي شائعات؟ أين الشراب الذي وعدتنا به أيتها الجميلة؟ في الحال يا سيدي، في الحال. سأخذه لهما. أهلا بكما، تفضلا، هذا هو الشراب. شكرا. يبدو أنكما غريبان. هذا يعتمد على ما تعنيه من قولك غريبان. لا أعني شيئا، مجرد سؤال لا أكثر. استمتع بالدفء، استمتع. شكرا لك يا سيدي، بالطبع الدفء شيء جميل في مثل هذا الطقس البارد. وحالنا أفضل بكثير من ذلك الذي رأيناه على جانب الطريق. من الذي رأيتما على جانب الطريق؟ لقد أخطأ زميلي بالقول، لقد رأينا شيئا لكننا لسنا متأكدين مما رأينا. لكن ما الذي رأيتما؟ كنا نركض باتجاه الحانة هربا من المطر عندما لفت نظرنا. قد نكون مخطئين، وأن ما رأيناه لم يكن شيئا ذا بال. نعم، لكن ما هو ماذا رأيتما؟ أنا رأيت عصا مع غمد سيف وحزام. تقصد غمد سيف دون سيف؟ نعم، هذا ما قلته، غمد سيف دون سيف مع حزام. لابد وأنه الحزام الحامل للسيف. ألم ترايا شيئا آخر؟ مثل ماذا؟ أي شيء، إذ لا يعقل أن توجد عصا من غمد سيف وحزام على جانب الطريق هكذا. فأنت قلت إنك أفضل حالا من ذلك الذي رأيتماه على جانب الطريق، فماذا كان ذلك؟ لست متأكدا، لكن بدا لي وكأن رجلا في الحفرة. هل قلت رجلا في الحفرة؟ هذا ما بدا لي، لكنني لست متأكدا. كنت أركض مع زميلي هربا من المطر. هل كان الرجل على قيد الحياة؟ لا ندري،
لم نقف لنتأكد. ربما كان حيا، كان عليكما محاولة مساعدته وإنقاذه. قلت لك إننا لم نكن متأكدين مما رأينا، قد نكون أخطأنا. حتى لو لم نكن متأكدين مما رأينا، ما كنا سنتوقف. فيا سيدي، نحن غريبان عن هذه المنطقة، وقد نتهم بقتله وسرقته. اسمع، سأعطي كل واحد منكما شلنا إن ذهبتما الآن وأحضرتما الأشياء التي رأيتماها على جانب الطريق. تعني العصا والغمد والحزام؟ نعم، العصا والغمد والحزام. وماذا عن الرجل؟ إن كان هناك رجل، سنترك أمره للشرطة. هل ستذهبان؟ لا 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 لا، في هذا الجو من أجل شيلين لا لا لا، لا يمكن أن أذهب. وأنا أيضا لن أخاطر بنفسي من أجل شيلين. سأجعلها 5 شيلينات لكل واحد منكما. نعم، 5 شيلينات مبلغ جيد. ما رأيكما 5 شيلينات؟ صاحب الحانة توقف المطر لإرسال خبر إلى أقرب مركز للشرطة حول ما قاله الغريبان عن وجود جثة على جانب الطريق. جورج، لماذا انشغلت بما قاله هذان الغريبان؟ كأنك لا تعرفين ما يحدث في لندن. وما الذي يحدث في لندن؟ لا داعي للخوض في هذه الأحاديث يا جورج، فهي ما زالت شائعات لم يؤكدها أحد. قد تكون شائعات، لكن لا بد وأن لها أساسا. البلاد مقبلة على حرب أهلية مدمرة، وعلينا أن نكون حذرين. أنت تخيفني، ما الذي يجعلك تقول ذلك؟ عليك أن تخافي وأن تكوني حذرة. فأنا ما زلت أذكر ويلات الحرب الأهلية والتي لم تتعافى منها البلاد حتى الآن. وما الذي علينا أن نفعله يا جورج؟ اهدئي الآن وادخلي وابقي مع الطفلة، لا تتركيها وحدها. لا تتركني قلقة يا جورج، لا تتركني. لا تقلقي، اذهبي إلى الطفلة، سيكون كل شيء بخير. اذهبي اذهبي. حاضر حاضر حاضر، سأذهب. لقد أخفت زوجتك يا جورج. عليها أن تخاف، فالأمور لا تبشر بخير. اسمع، ما إن يتوقف المطر حتى يذهب أحدكما لإبلاغ مركز الشرطة بما قاله هذان الغريبان. ولكن ربما كان يكذبان يا جورج. حتى لو كان يكذبان، واجبنا أن نبلغ الشرطة حتى لا توقف المطر، فالليل سيهبط بعد قليل، والخروج في مثل هذه الظروف مخاطرة غير محمودة. سننتظر توقف المطر وبعدها نرى ما سنفعله. لقد توقف المطر، أما زلتما عند رأيكما بعدم قبول الـ5 شيلينات؟ نعم، ما زلنا عند رأينا بعدم قبول الـ5 شيلينات. لتكن إذن 7 شيلينات. 7 شيلينات أفضل من 5 شيلينات، أليس كذلك؟ 7 شيلينات لكل واحد منكما لإحضار الأشياء التي رأيتماها على جانب الطريق. 7 شيلينات. اسمع، لقد توقف المطر، لنتابع طريقنا. لا لا لا، أنصحكما بالخروج الآن، فقد هبط الليل والطرق لن تكون آمنة. ابقيا حتى الصباح. ما هذا؟ ما الذي يحدث؟ هذا صوت، سأخرج وأرى. ما هذا؟ ما الذي يحصل؟ إنها الشرطة يحملون معهم جثة. هيا أفرغوا طاولة طويلة بسرعة بسرعة بسرعة. أفرغوا طاولة. أنا ضابط الشرطة براون، وجدنا جثة هذا الرجل على جانب الطريق ليس بعيدا عن هذا المكان. وأنا جورج صاحب هذه الحانة. Thank you.
عرفتم من هو أيها الضابط؟ لا، لم نعرف من هو. كيف حثرتم عليه إذن؟ أرشدنا إليه أحد المرة، والذي لم يتردد بإبلاغنا رغم المطر والبرد. على أي حال، أرسلت شرطيا لاستدعاء الطبيب الشرعي، والذي سيصل قريبا. أنا أعرف هذا الرجل. ها؟ ومن هو أيها الطبيب؟ إنه سير جودفيري، قاضي الصلح المعين من قبل الملك. سيدي، إنه مصاب بطعنة سيف في خاصرته، مع وجود كدمات على صدره وحول رقبته. نعم نعم، أرى ذلك. يتساءل كيف ستكون ردة فعل الملك عندما يعلم بمقتله. عندما بلغه خبر إعدام أبيه الملك تشارلز الأول عام 1649، فقد الأمل في أن يكون ملكا على إنجلترا. إن يتساءل ما الذي كان يفعله قاض في هذه المنطقة المهجورة في مثل هذا الوقت؟ إنه قاض، ربما كان في طريقه لعقد محاكمة في مكان ما. أين الضابط المسؤول؟ أنا هو يا سيدي. أي خدمة؟ أنا المفتش وورمفيلد. أين الجثة التي وجدتموها؟ إنها أمامك على الطاولة يا سيدي. هل عرفتم من هو؟ إنه القاضي جودفري أيها المفتش. هذا ما توقعته. هل أنت الطبيب؟ نعم أنا الطبيب. إن القاضي مفقود منذ 5 أيام، مما جعل الملك يشعر بالقلق ويأمر بالبحث عنه. سوف ينزعج كثيرا عندما يعلم بموته. هل كونت فكرة عن الحادث أيها ضابط براون؟ لا، ليس بعد. ماذا تعني؟ ألم تقوموا بتفتيش المكان وجمع الأدلة من مكان الحادث؟ وهل تتوقع أن نجد أدلة مع هذا المطر يا سيد المفتش؟ معك حق، لكن ألم تجدوا شيئا قرب الحادث؟ السلاح الذي طعن به مثلا؟ كان مطعونا بالسيف الذي تراه هناك. واضطررنا لسحبه من جسمه عندما حملناه إلى هنا. بالمناسبة، كيف عرفت أن القتيل هنا؟ أقصد، كيف عرفت أنه في الحانة؟ لقد أخبرني الشرطي الذي يقف في مكان الحادث على جانب الطريق. وكيف عرفت مكانه على جانب الطريق؟ كأنك تشك بي يا حضرة الضابط. لا يحق لي أن أشك بمفتش شرطة، لكنني أتساءل. حسنا حسنا، لقد جئت بأمر من طبيب الملك الذي حدد لي مكان وجود الجثة. وكيف عرف طبيب الملك مكان وجود الجثة؟ باستطاعتك توجيه هذا السؤال إليه شخصيا عندما تذهب لمقابلته ومعك تقرير الطبيب الشرعي. متى ستنتهي من إعداد تقريرك أيها الطبيب؟ بعد 2 أو 3. حسنا، أرجو أن أقابلك مع الضابط براون عندما تذهبان لمقابلة الملك. أيها الضابط براون، أرجو أن تأتي معي إلى المكان الذي وجدتم فيه الجثة، فقد نجد أثرا غفلتم عن دون قصد. سيدي سيدي. ماذا ماذا يا ميري؟ ألا ترين أني مشغول مع الطبيب والشرطة؟ أعرف أعرف يا سيدي، لكن السيدة تريدك لأمر ما. حسنا حسنا، سأذهب إليها بعد أن أنتهي من هذا. تقول إنه أمر مهم وعاجل. كل شيء عندكن مهم وعاجل. حسنا، سأأتي في الحال، عن إذنكما. ما بك؟ لما أرسلت إلي؟ لأنني خفت يا جورج، سمعت وخفت. ماذا سمعت ولماذا خفت؟ الرجل الميت، القاضي جودفري. ما به؟ أنا أعرفه يا جورج، أعرف القاضي جودفري. كيف تعرفينه وما علاقتك به؟ لا علاقة لي به، لكنه كان يعمل مع أبي، كان شريكين في بيع الأخشاب والفحم، دامت شراكتهما لعدة سنوات قبل أن يتخاصما،
ويختلفا ويفترقا متخاصمين. لماذا لم تخبريني بهذا من قبل؟ لم تكن هناك مناسبة لأخبرك، كما وأنني نسيته ولم أتذكره إلا عندما سمعت الشرطي ينطق اسمه. الذي نطق اسمه الطبيب وليس الشرطي. على أي حال، لا أدري إن كانت هذه المعلومة ستضرنا أم تنفعنا. هذا ما أقلقني يا جورج. ماذا لو تذكر حادثة جرت بينه وبين أبي وعرف أني ابنته وجاء لكي يا إلهي، كم خفت عندما سمعت اسمه. اهدئي ولا تخافي. لا علاقة لنا بهذه الجريمة. لا لا لا، لا تخافي، اهدئي وابقي مع الطفلة. اهدئي. إذن هذا هو المكان أيها الضابط. نعم هذا هو. أين كانت الجثة؟ كانت متدحرجة في هذا الخندق، وليس من السهل رؤيتها من الطريق. معك حق، مع أن الخندق ليس عميقا إلا أنه متوار عن الأنبار. ماذا وجدتم أيضا؟ كانت العصا ملقاة هناك، وغمد فارغ ليس بعيدا عنها، والحزام، وهي موجودة في الحانة. ماذا عن السيف؟ أين وجدتم السيف؟ كان منغرزا في خاصرته اليسرى، وقد نفد من الناحية الأخرى. كان علينا تركه في مكانه لحين وصول الطبيب الشرعي، لكن غزارة المطر دفعتنا لسحبه من جسمه لنتمكن من حمله إلى الحانة. كان عليك أن تفعل ما فعلت، كما وأن الأمطار قد أخفت الآثار بالكامل. هل تساءلت عن السبب الذي يجعل قاضيا محترما يتواجد في هذا المكان المهجور في طقس مطر كهذا؟ لقد جال بخاطري سؤال كهذا، لكنني لم أشغل نفسي فيه، لأنني لم أجد له جوابا لعدم معرفتي بالرجل. معك حق. نعم، ما كان عليك أن تشغل نفسك به لأنك لا تعرف الرجل، لكنه رجل مهم أيها الضابط. مهم جدا، وقد يتسبب بمشاكل عديدة. حسنا، لن نجد شيئا هنا، لنعد إلى الحانة. هيا بنا. التبليغ عن تغيب القاضي، وبعد 4 أيام طلب شاب مقابلة أسقف الكنيسة لأن لديه ما يخبره به. خيرا يا ولدي، قيل لي إنك تريد أن تخبرني بأمر ما، فما هو؟ اعذرني يا سيدي، لكن الخبر مهم وعاجل، وهو يتعلق بالقاضي جودفري. القاضي جودفري؟ القاضي المعين من قبل الملك؟ هو بعينه يا سيدي القاضي المعين من قبل الملك. حسنا، ما به؟ سيدي لقد مات. مات؟ كيف مات؟ بطريقة ما تتحلق وسقط على سيفه ومات. يا إلهي، لم يكن هذا ما قصدته بسؤالي. على أي حال، لماذا جئت إلي ولم تذهب إلى الشرطة؟ سيدي، لأن الشرطة لن تصدقني وقد تتهمني بقتله. وهل قتلته؟ بالطبع لا يا سيدي، بالطبع لا. قلت لك إنه تزحلق وسقط على سيفه ومات. أنا لست شرطيا، لكنني أسألك مرة ثانية، لماذا جئت إلي ولم تذهب إلى الشرطة؟ ولا تقل لي إنك خائف من الشرطة. سيدي، ليس عندي ما أقوله لك أكثر مما قلت. لا تحاول التهرب يا ولدي، مهما حاولت التخفي فسوف تصل إليك الشرطة. سيدي، أنا لا أعرف القاضي ولم يسبق لي أن رأيته، لكن شخصا أعطاني جنيها ذهبيا وطلب مني أن أخبرك أن السير جودفري قد مات وأن الشباب أصبحوا يائسين. ماذا يعني هذا؟ لا أدري يا سيدي، هذا ما طلب مني أن أخبرك به وقد فعلت. عن إذنك. بعد خروج الشاب ذهب الأسقف لمقابلة طبيب الملك والذي كان صديقا له. ماذا كان يقصد بقوله إن الشباب قد أصبحوا يائسين؟ لا أدري، وعندما سألته عما يعرفه قال لي إنه لا يعلم.
لابد وأن وراءها سرا، لكن بمن نثق حتى نستفسر عن هذا السر؟ قبل الاستفسار عن هذا السر، ماذا عن القاضي؟ كيف سنعرف إن كان قد مات أم إنها خدعة؟ قلت إنه ذكر لك العنوان الذي توجد فيه الجثة. نعم، وقد سجلته على هذه الورقة حتى لا أنساه. أعطني إياها. حسنا، سوف أتصل برئيس الشرطة وأرتب الأمر معه قبل أن نوصل الخبر إلى الملك. كان على طبيب الملك أن يوصل الخبر إلى رئيس الشرطة بحرص حتى لا يثير شكوكه حول اهتمام الملك بأمر القاضي المختفي. إن الملك مهتم بأمر هذا القاضي اهتماما خاصا، لا أدري لماذا، لكن هذا ما أخبرني به طبيبه الخاص، وهو بالمناسبة صديق قديم لي. وما هو المطلوب مني يا سيدي رئيس الشرطة؟ آخر مرة شهد فيها القاضي كانت ظهر يوم السبت 12 من شهر أكتوبر الحالي، وإذا كانت المعلومة التي جاءني بها طبيب الملك صحيحة، فهذا يعني أنه قد تم اختطافه وقتله لسبب ما. شهد آخر مرة ظهر يوم السبت الماضي، فمن الذي رآه وأين؟ لا نستطيع تحديد شخص بعينه، فالكثيرون سيقولون إنهم قد رأوه لأنه كان في دار المحكمة. وهل تعمل المحكمة يوم السبت؟ إن لم تعمل المحكمة فالقاضي جودفي يعمل، وحسب ما فهمت أنه كان يتابع قضية حساسة أوكلها إليه الملك، لذلك أريد منك أن تذهب إلى العنوان الذي ذكره الأسقف وتتأكد من المعلومة التي جاءنا بها. في أحد أيام عام 1678 كان الملك تشارلز الثاني يتنزه مع بعض أفراد حاشيته في حديقة القصر الملكي، ولسبب ما انفصل الملك عن الحاشية وسار وحده في أحد ممرات الحديقة عندما اقترب منه أحد أصدقائه المقربين. لورد كيربي، لم أتوقع رؤيتك. اعذرني يا صاحب الجلالة لأنني لم أقصد أن تعني أنك لم تقصد إخافتي. اطمئن، فأنت تعرف أني لا أخاف. هل من جديد حول التجربة الكيميائية التي بدأناها الأسبوع الماضي؟ لا يا صاحب الجلالة، لم أحصل على النتائج بعد. حسنا، سوف أتي لزيارتك في المختبر الأسبوع المقبل لنتابع التجربة معا، فقد يثمر تعاوننا في الوصول إلى نتيجة مرضية. بالطبع يا صاحب الجلالة، فوقوفك معي وتشجيعك لي هو الذي أوصلني إلى ما وصلت إليه، لكن ليس هذا هو السبب الذي جئت من أجله. تعني أنك جئت لتقابلني لأنه حدث شيء دفعك للمجيء؟ نعم يا صاحب الجلالة، هناك ما يجب أن أخبرك به. وما هو؟ قبل أن أخبرك ما هو، لي عندك رجاء. وما هو هذا الرجاء يا لورد؟ ألا تنفصل عن أفراد عشيتك، وألا تمشي وحدك مهما كانت الظروف. وما السبب؟ لأن حياتك في خطر. حياتي أنا في خطر؟ ممن؟ من الذي يهددني ويريد موتي يا لورد؟ إنهم يتآمرون للاعتداء عليك والتخلص منك يا صاحب الجلالة. قلها بوضوح يا لورد، قل إنهم يتآمرون على قتلي. نعم يا صاحب الجلالة، لذلك
أقول لك إن حياتك في خطر، وأن عليك اتخاذ ما يلزم لحماية نفسك وألا تنفصل عن أفراد عشيرتك. ومن الذي يتآمر على حياتي يا لورد؟ لا أملك التفاصيل يا مولاي، لكن يوجد من يملكها ويطلب السماح له بمقابلة صاحب الجلالة ليطلعه على كل ما يعرفه حول المؤامرة. ومن هو هذا الشخص؟ إنه رجل دين اسمه تونغ، قال أن باستطاعته أن يقدم لصاحب الجلالة المستندات والوثائق حول المؤامرة والمخططين والمشاركين فيها. ومتى باستطاعته المجيء؟ الليلة إن شئت يا صاحب الجلالة. سأكون بانتظاره بعد العشاء في مكتبي الخاص. مولاي صاحب الجلالة، ما الأمر؟ مولاي، اللورد كيربي ومعه السيد تونغ يطلبان الإذن بالدخول. ليدخلا ولا تسمح لأحد بإزعاجنا. بأمرك يا صاحب الجلالة. مولاي صاحب الجلالة، هذا هو السيد تونغ الذي أخبرتكم عنه. أخبرني اللورد كيربي أن لديك ما تقوله لي. هذا صحيح يا صاحب الجلالة. حسنا، ماذا تريد أن تقول؟ هل أستطيع أن أتكلم بحرية يا صاحب الجلالة؟ أليس هذا الهدف من لقائي بك، أن تتكلم بحرية؟ نعم 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 يا صاحب الجلالة. قبل أن تقول أي شيء أنبهك بأني لا أقبل الكذب ولا أسمح به. لن أكذب يا صاحب الجلالة. حسنا، إذن قل ما عندك. يا صاحب الجلالة، في هذه الأوراق تفاصيل المؤامرة التي يحيكونها ضد جلالتكم وضد البلاد. هذه أوراق كثيرة أيها المحترم. نعم نعم يا صاحب الجلالة، إنها أوراق كثيرة، ستجد فيها تفاصيل المؤامرة مع أسماء المخططين والمشاركين والذين سيقومون بالتنفيذ عند إعطاء إشارة البدء. إنه مخطط شرير لتدمير البلاد يا صاحب الجلالة. تريد مني أن أصدقك أن روما تتآمر لقتلي وإثارة الفتنة في البلاد؟ نعم يا صاحب الجلالة، وهذه المستندات تثبت ما أقول. ليس سهلا تقبل أمر كهذا، كما وأنه لا وقت لدي لقراءة كل هذه الأوراق. لورد كيربي. مولاي صاحب الجلالة، خذ السيد تونغ مع حقيبته إلى وزير الخزانة واطلب منه متابعة هذه الحكاية. كما تأمر يا صاحب الجلالة. هل سمعت ما قال؟ نعم سمعت. وما رأيك فيما سمعت؟ أنت صاحب الأمر، فالمؤامرة إن كانت صحيحة تستهدف حياتك وتدمير المملكة. لا أظن أن روما تقدم على عمل كهذا، إنها مجرد خدعة لا أتقبلها، خدعة لا أكثر. لكن يا مولاي، ماذا لو لم تكن خدعة وكانت المؤامرة صحيحة؟ مؤامرة تستهدف ملكا وملكة تقع بكل سهولة، إنها حيلة ماكرة تهدف لإثارة الفتنة في البلاد، وهذا ما لن أسمح به. ولكن أخبرتني صوفيا أنها سمعت شيئا حول هذا الأمر. ما الذي سمعته يا صوفيا؟ يا صاحب الجلالة، ما سمعته كان حديثا يدور بين بعض النساء، وسمعته دون قصد مني. بهذا يكون أصدق مما لو أنك تلصصت عليهن بهدف الاستماع لما كن يقولن. ماذا سمعت يا صوفيا؟ سمعت إحداهن تقول إنها عادت حديثا من روما،
وإنها سمعت من يقول إن هناك حدثا كبيرا سيحدث في إنجلترا. ها، وما هو هذا الحدث؟ لم توضحه السيدة يا صاحب الجلالة. هل تعرفين عدد أتباع البابا في إنجلترا يا صوفيا؟ كان الملك يعتنق المذهب البروتستانتي، بينما زوجته الملكة والوصيفة تعتنقان المذهب الكاثوليكي. أخبرتني صوفيا أنها سمعت شيئا حول هذا الأمر. ما الذي سمعته يا صوفيا؟ أعذرني يا صاحب الجلالة، ما سمعته كان حديثا يدور بين بعض النساء، وسمعته دون قصد مني. بهذا يكون أصدق مما لو أنك تلصصت عليهن بهدف الاستماع لما كن يقولن. ها، ماذا سمعت يا صوفيا؟ سمعت إحداهن تقول إنها عادت حديثا من روما، وإنها سمعت من يقول إن هناك حدثا كبيرا سيحدث في إنجلترا. وما هو هذا الحدث؟ لا أعرف يا صاحب الجلالة، النساء لم يسألنها عنه وهي لم تذكر. حسنا، إذن لنعلق هذه المواضيع ونتوقف عن الخوض فيها من أجل سلامتنا وسلامة الأمة. حسنا أيها السيدان، ماذا لديكما لتخبراني به؟ سيد الوزير، هذه هي الأوراق والمستندات التي تثبت صحة ما أقول. ما عليك إلا أن تقرأها لتتأكد من صدق قولي. بالطبع سأقرأها وأتأكد مما فيها، لكني أريد أن أسمع. أولا، ما عندك من تفاصيل حول المؤامرة؟ سيدي الوزير، أنت تعرف علاقتي بصاحب الجلالة الملك وثقته بي. ما علاقة هذا بما نحن فيه يا سيدي اللورد؟ ما أريد قوله سيدي الوزير هو أن السيد تونغ قد وعد بالحماية مقابل ما سيقدمه لنا من معلومات، وأنا لن أخل بهذا الوعد ما دام قانونيا. لذلك أريد أن أعرف من السيد تونغ كيف وصلت إليه هذه المعلومات ومن الذي أوصلها إليه. سيد الوزير، نعم، أنا لست جزءا من المؤامرة ولست مشاركا فيها، فأنا مواطن مخلص وقعت على معلومات مهمة تخص الملك، فجئت بها من أجل سلامته. هذا شيء جميل يا سيد تونغ، لكني أريد أن أعرف مصدر هذه المعلومات وكيف وصلت إليك لأذكر هذا في تقريري الذي سأقوم بتقديمه إلى صاحب الجلالة الملك. ألست على حق يا سيدي اللورد؟ أعتقد أنه على حق يا تونغ، يجب أن توثق معلوماتك بذكر مصدرها. لكنني لا أستطيع أن أذكر اسم المصدر. لماذا؟ لأنه أوصاني بأن أبقي اسمه طي الكتمان لخوفه من أن يقوم عملاء روما بقتله. في هذه الحالة سوف أعتبر أن هذه الوثائق مزورة وأنك شاهد زور تريد إثارة الفتنة في البلاد. لا، الوثائق ليست مزورة وأنا لست شاهد زور، لأنني أقول الحقيقة. تكلم إذن، تكلم وقل من أين جئت بهذه الوثائق ومن هو الشخص الذي أوصلها إليك. لم يكن لدى تونغ الكثير ليدلي به، إذ اختصر الطريق وكشف عن اسم الشخص الغامض الذي ادعى أنه أول من علم بالمؤامرة على حياة الملك. هذه هي اعترافاته يا صاحب الجلالة، لم أجد فيها ما يؤكد وجود المؤامرة. هذا ما اعتقدته، إنها مجرد حيلة ماكرة لإثارة الفتنة في البلاد. هل نستدعي الرجل الذي ذكر أنه هو من حصل على الوثائق وقام بتسليمها إليه؟ قلت لي ما اسمه؟ تيتوس أوتس،
اسمه تيتس أوتس، تم طرده من سلك الرهبنة بتهمة الاحتيال إضافة إلى تهم أخرى. لا داعي لاستدعائه، وأرى أن نهمل الحكاية وأن لا نأخذها على محمل الجد حتى لا نثير الفتنة بين الناس. عفوك يا صاحب الجلالة. ماذا يا جيمس؟ يا صاحب الجلالة، أنا لا أوافقك على إهمال القضية وعدم أخذها على محمل الجد، وأرى أن نتابع التحقيق فيها لنتأكد مما جاء في أقوال هذا الرجل. لماذا تريد متابعة التحقيق في قضية نحن متفقون على أنها زائفة ومزورة؟ لهذا السبب أريد متابعة التحقيق فيها يا صاحب الجلالة، لأثبت أنها قضية زائفة ومزورة. ماذا تقصد يا جيمس؟ ما الذي تريد أن تصل إليه من متابعة التحقيق بدلا من دفن القضية درءا للفتنة؟ يا صاحب الجلالة، أسماء المتآمرين التي وردت في هذه المستندات على رأسها اسم كاهن الاعتراف الخاص بولي العهد، مما يوحي بشكل غير مباشر أن لولي العهد يدا فيها. عفوا يا مولاي، لم يأتي أحد على ذكر ولي العهد في التحقيق. إن لم يأتي ذكره تصريحا فقد تم تلميحا، لذلك أريد تبرئة نفسي من هذا الاتهام الشائن. لكن لم يتهمك أحد يا جيمس. أنت أخي قبل أن تكون ولي عهدي. لهذا السبب أريد متابعة التحقيق يا صاحب الجلالة. قام القاضي بتشكيل لجنة قضائية لمساعدته في التحقيق، معتبرا صديق الملك كيربي والواشي والتونغ والشخص الغامض تيتوس أوتس متهمين بالتآمر على حياة الملك وليسوا شهود. هل تسمح لي يا صاحب السعادة؟ لورد كيربي، أسمح لك بالطبع، ادخل. شكرا شكرا يا صاحب السعادة. اجلس يا لوفت. حسنا، كيف اخدمك يا لوفت؟ يا صاحب السعادة، لقد جاء في اوراق التحقيق اسم تيتوس أوتوس بصفته الرجل الذي نجح بالحصول على مستندات المؤامرة وقام بإرسالها إلى الملك لينقذ حياته. نعم، لقد قرأت اسمه في أوراق التحقيقات وأرسلت إليه لتقديم شهادته أمام لجنة قضائية مع الرجلين الآخرين. نعم يا صاحب السعادة، لقد استلم الاستدعاء وسوف يمتثل له، لكنه يطلب أن تسمح له بمقابلتك قبل مثوله أمام اللجنة القضائية. لماذا؟ لأن لديه بعض المعلومات غير المذكورة في الأوراق والمستندات والتي لن يجرؤ على كشفها أمام أعضاء اللجنة القضائية، لذلك يريد مقابلتك ليكشفها لك شخصيا حفاظا على حياته. وافق القاضي على استقبال الرجل وسماع ما عنده من معلومات، والتي توقع ألا تخرج كثيرا عما هو مذكور في أوراق التحقيق التي أمامه. لكن عندما بدأ تيتوس أوتوس بالكلام وكشف ما لديه من معلومات أصيب القاضي بالذهول. هل تعي ما تقول يا رجل؟ هل أنت في وعيك؟ نعم يا صاحب السعادة، أنا في وعي وأعي ما أقول وأتحمل مسؤولية كل ما ذكرته لك. هل نسيت أنك ستقف أمام لجنة التحقيق وأنهم سوف يستجوبونك تحت اليمين؟ لم أنسى يا صاحب السعادة، لذلك أردت مقابلتك قبل أن أقف أمام اللجنة وأحلف اليمين، لأنني سأكذب في أشياء كثيرة بموافقتك. لا لا، أنا قاض، لا يحق لي أن أوافق على الكذب في التحقيق، إنها مسألة حساسة تمس حياة الملك وأمن البلاد. في هذه الحالة سوف أرفض المثول أمام لجنة التحقيق. سوف يتم القبض عليك ورميك في السجن
وقد تتعرض للتعذيب إن حاولت الإنكار. في هذه الحالة أيضا سوف أنشرها على الناس بالتحدث إليهم في الكنائس والساحات العامة. سوف أعمل على تأجيل موعد انعقاد جلسة الاستماع طلبا لمشورة الملك. تفاجأ الملك بالمعلومات التي جاءه بها القاضي، إلا أنه أمر القاضي بأن يتوقف عن التحقيق في القضية. لكن بعد أيام حدث ما جعل القضية تطفو من جديد. يا صاحب الجلالة، جاءتنا أخبار لا تسر حول القاضي غودفري. ما به؟ مات. ها؟ كيف مات؟ لا يوجد خبر مؤكد حول كيفية موته، لكن الأنباء الأولية تفيد أنه قتل بسبب التحقيق في قضية تمس أمن البلاد. لكنني أمرته بالتوقف عن التحقيق في هذه القضية. هناك من يقول إنه قد انتحر بأن رمى بنفسه على سيفه. مولاي، هل صحيح ما سمعته يا صاحب الجلالة؟ لا أدري إن كان صحيحا أم لا، سنعرف الحقيقة عندما يحضر وزير الخزانة ورئيس الشرطة. وماذا تنوي أن تفعل؟ البحث عن القاتل وتقديمه إلى العدالة. مولاي صاحب الجلالة، اللورد وزير الخزانة والسيد رئيس الشرطة والطبيب الشرعي يطلبون الإذن بالدخول. ليدخلوا. تفضلوا أيها السادة. مولاي صاحب الجلالة، هل توصلتم إلى معرفة قاتل القاضي أيها الوزير؟ ليس بعد يا صاحب الجلالة. إن أذنت لي يا صاحب الجلالة. قل يا رئيس الشرطة. يا صاحب الجلالة، إن الشائعات تنتشر في لندن ومنها إلى باقي النواحي، إن القاضي غودفري قد قتل على يد عملاء روما في البلاد لمنعه من الإعلان عما وصل إليه في التحقيق حول مؤامرة مزعومة على حياة صاحب الجلالة. يا رئيس الشرطة، سبق وأن أعلنت أني لم أتقبل هذا الزعم وأمرت بالتوقف عن التحقيق فيه. لكن الناس لم يتوقفوا يا صاحب الجلالة، والحديث يدور بينهم عن أعذرني عن مؤامرة لإعادة إنجلترا إلى الكنيسة الكاثوليكية بمساعدة من داخل القصر. إذا كان هذا الغمز فيه إشارة لزوجتي لأنها كاثوليكية فإني أرفضه وأعاقب عليه. يا صاحب الجلالة، لأكن أكثر صراحة لأقول أن الاتهام موجه أيضا لصاحب السمو ولي العهد. أخي جيمس، وما علاقته بالمؤامرة؟ تكلم أيها الطبيب، قل ما الذي توصلتم إليه من تشريح جثة القاضي. يا صاحب الجلالة، لقد أظهر تشريح الجثة أن القاضي مات من طعنة سيف أصيب بها في خاصرته ونفذت إلى الناحية الأخرى، كما تبين وجود كدمات سوداء على رقبته ومناطق متفرقة من جسمه، كما لاحظنا قلة الدماء النازفة عندما وصلنا إليه في الحانة. ما معنى كل هذه التفاصيل أيها الطبيب؟ يا صاحب الجلالة، الكدمات السوداء على صدره وباقي أنحاء جسمه نتجت من الركلات بالقدمين وضربه بجسم صلب، أما العلامات التي وجدناها على رقبته فقد تسببت بها محاولة خنقه، لأننا وجدنا كسرا في عظام الرقبة. وماذا عن طعنة السيف التي وجدتموها في خاصرته؟ يا صاحب الجلالة، لقد أجمع الأطباء الذين أشرفوا على عملية التشريح أن القاضي قتل في مكان آخر غير المكان الذي وجد فيه، وأن سيفه قد تم غرزه في جسمه
بعد موته للإيحاء بأنه رمى بنفسه عليه بنية الانتحار. كيف عرفتم أن سيفه قد تم غرزه في جسمه بعد موته؟ لأن الدم الذي وجده الأطباء على النسل كان قديما وكريه الرائحة، وعلامات أخرى أيضا يعرفها الأطباء. إذن نخلص إلى أن القاضي جودفري قد تم قتله بهدف إسكاته وليس لسرقته. هذا ما نفترضه يا صاحب الجلالة. السيد الوزير. مولاي صاحب الجلالة. ليتم تشكيل لجنة قضائية على الفور للتحقيق في قضية مقتل القاضي جودفري وتقديم القتلة إلى العدالة. بعد أن قاموا بمراجعة لائحة الاتهام، بدأت الشرطة باستدعاء المشتبه بهم للتحقيق بتهمة قتل القاضي جودفري، وبدأت الشرطة تحقيقاتها مع تيتوس أوتوس. تيتوس أوتوس، لقد تم فصلك من كلية اللاهوت التي كنت تدرس فيها في فرنسا، لماذا؟ سوء فهم يا سيد المحقق، مجرد سوء فهم. ألم يكن سوء الفهم الذي يتعلق بالتزوير والاحتيال؟ تهمة باطلة يا سيد المحقق، لم تثبت لذلك فصلوني من الكلية بدلا من تحويلي إلى الشرطة والسجن، كانت مكيدة يا سيدي، مكيدة شريرة. ألم تشارك في ندوة سرية أقامها عملاء روما في لندن في شهر إبريل الماضي؟ لم تكن سرية يا سيدي المحقق، لأنها كانت بمعرفة ولي العهد. هل ذكرت هذه المعلومة لأحد من قبل؟ نعم، ذكرتها للقاضي جودفري، إنه يعرف، اسأله. هل تعرف أن القاضي جودفري قد مات؟ مات؟ متى وكيف؟ هذا ما نريد أن نعرفه، متى مات وكيف ولماذا؟ لا أعرف شيئا عن موته، لكنني متأكد أنهم قد قتلوه لإسكاته. كان لديه الكثير من المعلومات الحساسة حول المؤامرة، لقد قتلوه لإسكاته، وقد يقتلون الملك ويقتلونني أيضا. من هم الذين قتلوه وسيقتلون الملك؟ لا يوجد لدي ما أضيفه، هذا كل ما عندي. رغم محاولات المحققين إلا أنه التزم الصمت ورفض الإدلاء بأي معلومة إضافية، واستمرت التحقيقات لتشمل العشرات من المشتبه بهم، وظهر التحيز الواضح من قبل المحققين والقضاة في محاولاتهم لإثبات التهم على أشخاص بعينهم بهدف التخلص منهم. هل من أخبار جديدة يا صوفيا؟ نعم يا صاحبة الجلالة، وصلت رسالة من البابا تأمر رعاياه بالهدوء والتعاون مع السلطات في منع الفتنة. لقد أخبرني صاحب الجلالة الملك بأمر هذه الرسالة، كما وأخبرني أنه استلم رسالة مماثلة من البابا يحثه فيها على معالجة الأمور بحكمة. لكن صاحب الجلالة، الملك منزعج من اتهام طبيبه الخاص بأنه كان ضمن المتآمرين، وأن عليه قتله بالسم في حال الفشل باغتياله عن طريق السلاح. إنه صديقه أكثر منه طبيبه، فقد رفض العودة إلى إنجلترا رغم التهديد بإيذائه وعائلته ومصادرة ممتلكاته، وبقي معه في المنفى إلى أن عادا معا، لذلك يحبه الملك كصديق. لكن ما علاقة الطبيب بمقتل القاضي؟ لأن المدعو تيتوس أوتوس ادعى أنهما كانا على وفاق تام فيما يتعلق بتنصيب ولي العهد ملكا بعد التخلص من الملك تشارلز بالقتل أو السم. إذن فقد أشرك جيمس أيضا في المؤامرة على أخيه. هذا ما يتناقله الناس يا صاحبة الجلالة، ويقولون أيضا إن الناس بدأوا بالانقسام وإظهار العداوة لبعضهم البعض، وأن فتنة الحرب الأهلية بانتظار شرارة صغيرة لتنفجر. يا إلهي، أتمنى أن يتمكن الملك من السيطرة على الأوضاع قبل أن تنفلت من بين يديه.
عمل الملك على نفي التهمة، وأن المؤامرة لا أصل لها، وأنها ليست سوى كذبة ومكيدة لإثارة الفتنة في البلاد. تيتوس أوتوس، أنت تعلم أن المحكمة منعقدة لإصدار الأحكام في قضية مقتل القاضي جودفري. هل قبضوا على القاتل؟ كما وأنك تعلم أنها ستصدر أحكامها فيما يتعلق بالمؤامرة على حياة صاحب الجلالة الملك. بالطبع بالطبع، فحياة صاحب الجلالة غالية علينا جميعا، لكن ما علاقتي أنا بكلا التهمتين؟ فأنا لا أعرف من قتل القاضي، ولا علاقة لي بمقتله، كما وأنني أنا الذي كشفت المؤامرة على حياة الملك، وما زلت بانتظار المكافأة. لقد وعدوني بمنحي 2000 جنيه ولم أقبضها حتى الآن. أريد مكافأتي أيها المحقق. مع اعتراف تيتوس أوتوس بالكذب والحلف باليمين، أصبحت قضية المؤامرة حديث الناس اليومي، وبدأت تكبر وتتدحرج مثل كرة الثلج، وبدأت تظهر على أعضاء المحكمة عدوى تعصب العامة وثورتهم. يا صاحب الجلالة، إن البلاد تغلي من الغضب، وقد يثور العامة في أي لحظة بحجة الانتقام من المتآمرين على حياة الملك. لم أتوقف عن القول إن المؤامرة كانت كذبة ومكيدة لإثارة الفتنة في البلاد. في أوقات كهذه يتقبل الناس الشائعة على أنها حقيقة، وإذا لم يتم تداركها في الوقت المناسب قد تتحول إلى انفجار يعصف بالبلاد. لكنني لن أسمح بهذا أيها الوزير. مولاي صاحب الجلالة، نأمر بوقف جميع الإجراءات ضد المتهمين والمشتبه بهم في كذبة المؤامرة، والقبض على المدعو تيتوس أوتوس وأعوانه، والحجز على أموالهم بتهمة الاتهام الكاذب والحنث باليمين. تم القبض على تيتوس أوتوس بتهمة التحريض على الفتنة، وحكم عليه بالطرد من وظيفته الدينية ومصادرة أمواله، وأن يجلد مرتين كل عام في إحدى ساحات لندن، والتشير به كل عام مع السجن مدى الحياة. إلى اللقاء في الحلقة القادمة من نافذة على التاريخ. تحيات يوسف عساف وخالد المفيدي.